يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين من جديد. بعد أكثر من 20 عاما وهي تقوم بعملها في تدريس اللغة الإنجليزية، تغيرت ظروف حياتها رأسا على عقب ونجحت الفنون أن تصبح الرقم الأهم في حياتها العلمية والعملية من خلال عشقها لفن الديكوباج، فعملت على كسب المزيد من الخبرات العالمية وطورت أدواتها وانطلقت لصياغة جميلة بطريقتها خاصة. نرحب بضيفتنا في استديوهاتنا في جدة الأستاذة هدى الشهيب. ويسعد لي مساكي أستاذة هدى. يا هلا والله، مساء النور. مساء النور. بداية نبغى نتعرف على فن الديكوباج. دائما الناس كأنهم يحس شهيب، نعم، دائما انهم يعرفون انه فن قص ولصق وانه بالرغم انه هو فن قديم جدا، وإيش اللي رجعه ثاني مرة الحين بطريقة جديدة؟ فن الديكوباج الآن انتشر في فرنسا وبعدها انتشر لدول العالم ووصل عندنا للسعودية بين السيدات المجتمع وبعض الشباب أيضا. فن جميل جدا. هو الفن هذا فن يعتبر فن قديم، يمكن حتى من أيام الحضارة الفرعونية كان موجود. الصينيين، نعم، وكمان حتى الصينيين اشتهروا فيه. نعم نعم أي نعم. أنت كنت مدرسة لمدة 20 سنة، إيش اللي جذبك فعلا لهذا الفن وخلاك يعني مهتمة فيه لدرجة أنك فكرتي أنك من جد تتخصصين فيه؟ حبيته لأنه أنا أساسا أحب الفنون وحبيت هذا الفن واشتغلت على نفسي بحضور دورات داخل المملكة وخارج المملكة، فمن أساسها انطلقت وبدأت بالتدريب وبالمؤسسة حقتي. أسست لي مؤسسة على أساس أني أجيب الشغلات الفنية اللي صعب وجودها هنا في السعودية، والحمد لله يا رب، يعني بتوفيق من الله بديت بداية جيدة ولله الحمد. طيب، بعض الأعمال اللي أنت قدمتيها أو طورتيها بالمعنى الأصح، دائما هم عندهم فكرة عن فن الديبوك أنهم يجيبون أشياء قديمة، الديكوباج أنهم أشياء قديمة ويرجعوا ثاني مرة يصنعوها من جديد أو يطوروها من جديد. أنت أخذتي بعض الدورات وجبتي نعم. بعض الأدوات من خارج المملكة، إيش طورتي في هذا الفن؟ طورنا أنه استحدثنا خامات جديدة وجبت أدخلت للمملكة بعض الأدوات الفنية الغير متوفرة هنا في السعودية، لأنه صعب، ما هو كل المكتبات توفرها، وكنا معتمدين على أساس أنه القطع القديمة نغيرها يعني as recycle، وممكن كمان قطع جديدة نشتغل فيها وتصير مرة رائعة. تتميزي أنت بالقطع الفنية اللي عندك، يصير شيء خاص فيكي. طب ايش هي الخامات اللي انت استخدمتيها او اعتمدتيها في تصاميمك؟ جميع الاسطح، زجاج، خشب، قماش، اكريليك، جلود، جميع الاسطح. عملنا على تيشيرتات، تحف، شغلات سيفونيرز تتوزع، يعني شغلات كثيره. ايش يخطر ببالك ممكن يشتغل عليه ديكوباج؟ في بعضهم يفكرون انه فن الديبوباج الموجود من الاول انه اعاده تصنيع او اعاده ريسايكل زي ما انت تفضلتي، لكن الحين بالطريقه الجديده ولا بالوقت الجديد اللي احنا فيه ممكن فعلا يقتنون حاجه جديده متعمله. اي نعم. تشترين لك قطعه وتبدين تشتغلين عليها انت حسب رغبتك، على اساس تصير عندك في البيت قطعه متميزه فيكي ما هي موجوده بالسوق عند غيرك. طيب، والحين هذا صار تقريبا عملك الرئيسي، هل ممكن نفهم انك تنتجين بكميات جيده او انه حسب الطلب؟ انا اساسا مؤسسه واوزع للمكتبات بالجمله، ويعني اوزع للي يحتاجون لانه صعب تواجد هالشغلات عندنا. فحاليا القطع اللي انتجها وقت فراغي اقعد يعني اتخيل الشغله وانتجها. ولا الهدف الرئيسي انه التدريب، عندي دورات على مستوى المملكه وقريبا الخليج باذن الله. والهدف الثاني اللي هو توزيع المنتجات على مستوى المملكه باذن الله كمان.
طيب أستاذة هدى، إيش هي نوع الأفكار اللي تقدمونها أو تنفذونها لجذب الناس، خصوصا أنه كثير أو ربما من الشباب ما بيعرفون هذا الفن كثير؟ طبعا في شريحة كبيرة من الشباب أيضا، يعني وليس فقط الشابات، البنات أو السيدات، أيضا الشباب لهم ميول للديكوباج، وممكن احنا نسوي لهم شغلات تناسبهم زي تيشرتات تكون خاصة متميزة بنفس الشاب أو الشابة، تغليفات الجوالات والشغلات هذه، الاكسسوارز اللي يحطونها عندهم في الغرف، في المكاتب، في أي شيء يعني. نعم أستاذ، زي ما احنا شايفين هالقطع. نعم، أنا جذبني في كلامك أنكم حتى بعض التذكارات اللي ممكن تسوونها، يعني شيء مرة حلو في هذا الفن نستغله حتى في تذكار أنه احنا نسوي. كيف تشوفين الإقبال أو بعض الأفكار اللي تجي لك ويطلبون أنكم أنتم تنفذونها؟ في طلبيات تجي، تكون الزبونة أو الزبون يطلب شيء بباله يتخيله، فأجلس معاهم ونناقش الفكرة ونشوف إيش مدى الوصول إليها ونضبطها. بالبداية نعمل بروفا وبعدين نعتمد التصاميم. طيب تحدثينا عن المستقبل في هذا المشروع، كيف ممكن الواحد يطور نفسه بهذا الفن بالذات؟ زي ما تفضلت أنك أنت أخذتي دورات خارج المملكة وجبتي بعض الأدوات. نعم. طبعا أي راغبة لهذا الفن أول خطوة لها إنها تدرسه عن طريق دورات أو إنها تبحث عن طريق الإنترنت وتشوف كيف الطرق. هذه أول خطوة. ثاني خطوة إنها تجرب، وحيخرب مرة مرتين ثلاث إلين تتقن القطعة. وبكذا يعني مع كثرة التكرار والممارسة حيضبط ويصير الموضوع جدا رائع يعني معاها. نعم. طب أستاذة هدى، في خلال هذا الفن إيش الشيء اللي تحبين أنت توصلينه أو الرسالة اللي تحبين توصلينها؟ ما في شيء مستحيل. أبدا ما في شيء مستحيل، لأنه هذا بدأ معي كحلم وأنا أعتبره تحدي بالنسبة لي، وتبارك الرحمن يعني بدأت الخطوات ستيب باي ستيب، والحمد لله أنا شايفة حالي الآن في وضع يعني أحمد ربي عليه. طب ايش هي اهم؟ طبعا اطمح للعالميه ان شاء الله، اطمح للعالميه باذن الله في التدريب، يعني الان الحمد لله معروفه على مستوى المملكه، فالخليج وبعدها باذن الله، ونقول يا رب خير. طب استاذه هدى، خلال انت قلتي التدريب، كيف اقبال البنات على هذا الفن؟ كيف انت شايفتيه؟ ما شاء الله تبارك الله، في اعداد كبيره تطلب التدريب باستمرار، ولكن انا يعني اعطي نفسي وقت واعمل الدورات على فترات. طب عادي يعني على اساس انه اشوف الاكبر شريحه. نعم. طب اي احد يقدر يلتحق بهذه الدورات؟ نعم، اي احد يقدر يلتحق. بنات، سيدات، امهات، جدات، جميع الاعمار. اللي تشوف عندها القدره والرغبه حياها الله. أكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وشكرا لك فنانة الديكو باج هدى الشهيب، شكرا لك لمشاركتك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن نحن مستمرين في فقراتنا. في سيرتي بعد الفاصل، فلوى عبد الله من السيدات السعوديات التي لهن بصمة في العديد من المجالات وخدمة المجتمع. We'll be right back.